النداء الذي تردد صداه من آلاف السنين، يحمل بين طياته روح الخير والمحبة والإخاء. فمنذ انطلق على بركة الله لم تجف تلك الروح يوما من الأيام. لبيك اللهم لبيك. لبيك. أجبتم هذا النداء منذ الخطوة الأولى من منازلكم معشر الملبين. لبيك اللهم لبيك. تحت شموس الضحى نلبيها، وفي الدجى تلهج ألسنتنا بها. أخي الحاج، كن في سعيك رفيقا رقيقا لينعكس ذلك على نسكك، فالتلبية نية وقصد. ارفق بنفسك وإخوانك في نيتك، وكن حاميا لهم برفقك في قصدك. اجعل رفقك بالناس من حولك وفي نسكك من أرفع مراتب الرفق، وأنت تتجه لطاعة من أنبل الطاعات وأشرفها. أخي الحاج، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، فكيف إذا انعكس رفقك هذا على نسكك؟ فالله رفيق يحب الرفق. أخي الحاج، رفقك استشعارا بالمكان والزمان، وهو رحمة بك، ثم منك على من حولك. استشعار الزمان والمكان هو إن اضطررت لمواطن الزحام أن تكون رحيما مستشعرا لمعاني الرحمات، ثم مطبقا لهذه المعاني على إخوانك المسلمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.